في مباراة مجنونة بين فريق أكاديمية محمد السادس ونادي ريال مدريد للأصاغر، مواهب شابة كبيرة سترون أسماءها في أكبر الأندية مستقبلا بعد بضعة سنوات إن لم أقل بضعة أشهر، لأن هناك لاعبين يصبحون محترفون حتى في سن 15 سنة. مباراة تميزت بالمنافسة الكبيرة جدا بين أشبال فريق أكاديمية محمد السادس المغربي وفريق نادي ريال مدريد الإسباني الميرينجي بطبيعة الحال. حضور جماهيري إسباني مغربي إنجليزي فرنسي ومن كل الجنسيات انبهروا بالمواهب الحاضرة في هذا الميدان. واحدة من أفضل منصات التداول هي منصة بينومو، والمعروف على منصة بينومو هي أنها سهلة خاصة بالنسبة للمبتدئين في هذا التداول. طبيعة الحال الشرح هذا موجه للأشخاص التي تفوق أعمارهم 18 سنة لكي تكون لهم الحرية في المعاملات المالية بطبيعة الحال. أول شيء ممكن أنك تستنفع به في هذه المنصة هو في هذا المكان عندك مقاطع تعليمية بالنسبة للأشخاص الجدد في هذا التداول في هذا المنصة بطبيعة الحال. كما بإمكانك أنك تغير شكل الرسومات البيانية وتقرب وتبعد في نفس الوقت بهذه الوسائل الموجودة هنا في بينو. عندك $1000 في حساب الديمو. الآن خلينا نغير الحساب الحقيقي لكي نقوم بعملية تداول. هنا أقوم بوضع البرايس الذي أريد أن أتداول به. طبيعة الحال بإمكانك أنك تكتب البرايس أو بإمكانك أنك تختار. أنا اختاريت $50 سأقوم بالتداول به. وتحت مكان اختيار السعر عندك مكان اختيار توقيت العملية عملية التداول، وتختار احد الاسهم لكي تبدأ التداول اخضر او احمر، وانا في حالتي اضغط الزر الاحمر. يلا نبدأ التداول امام اعينكم. يا سلام بدأ ينزل السهم. وآخر ثانية في التداول تحت التقدير، ويا سلام فوزنا $91 مباشر كما تشاهدون. ولكي تسحب أرباحك عندك هذا الزر تضغط عليه وتجد كل طرق السحب من فيزا ماستر كارد بيرفكت موني إلى آخره، كل هذا الموجودة في هذه الشاشة. رابط منصة بينومو في أول تعليق وفي بداية صندوق الوصف. انطلاقة المباراة أعزائي المشاهدين، هذه مباراة يعني بطبيعة الحال بين فريقين يعني واحد من إفريقيا واحد من أوروبا. فريق محمد السادس أكاديمية محمد السادس يعني من إفريقيا، وريال مدريد أوروبا. بطبيعة الحال كلا الفريقين عندهم أسماء كبيرة جدا، أسماء كبيرة جدا أعزائي المشاهدين، صدقوني سترونها في أكبر الأندية. الكرة هنا عند الريال الأبيض، الريال الميرينجي، الريال اللي معودنا باللون تاعو، والفريق فريق أكاديمية محمد السادس باللون الأحمر. التبديل شوف الممتاز، التغطية رائعة هنا، سترون مواهب صراحة صدقوني ولا أروع. هاي كورة هنا عند الريال، انطلاقة ممتازة هنا، شوف التغطية الدفاعية كما يجب، 3-1 هنا مغالقين، تدخل دفاعي ممتاز، هاي إبعاد كان خاطئ. شوف كرة هنا عند الأكاديمية، أكاديمية محمد السادس فريق المغربي هنا، شو على طريقة الدون رونالدو، لاعب رقم 7 هذا عنده إمكانيات لا بأس بها، أووو توزيع ممتازة والدفاع، سيرخيو راموس الصغير يتدخل في هذه اللحظات، تعود كرة هنا إلى الميرينجي، شوف شوف شوف، شوف اللعب وكأنك راك تلعب يعني في الدرجة الأولى صراحة، هذو صغار في السن ولكن كبار، كبار في لعبهم وكبار في إمكانياتهم وكبار في أدائهم، وهنا التوزيع ممتازة. تعود للريال والدفاع مرة أخرى يتدخل، شوف كيفاش يطلعوا الكرة هنا، الكرة 1-2 أح راحت له الكرة هنا بعد التغطية، شوف الريال مازال ضاغط، نادي ريال مدريد مرت الكرة بسلام أعزائي المشاهدين هنا في قنوات الكأس بطبيعة الحال. شوف 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 شوف, شوف. سليمة 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 بطبيعة الحال، خطأ هنا أو نيكولاس مارتينيز على تنفيذ هذه الركلة الثابتة، خطير هذا اللاعب لوكاس مارتينيز، سترون اسمه يعني قريبا في أحد الأندية المحترفة الكبيرة. حذري والحارس يتألق ممتاز، حارس نادي أكاديمية محمد السادس في المكان المناسب، كرة خطيرة هنا عند الريال، ممكن 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 تسجوه إلى المراوغة، المرور انطلاق الآن هنا، التوغل ممتاز مدريدي، الدفاع استماتة، بالله عليكم قولوا لي إن كان هذا الدفاع يلعب على تشامبيونز ليج ولا كأس العالم ولا كأس إفريقيا، استماتة دفاعية لا نقاش فيها أعزائي المشاهدين. كرة هنا عند الريال من الناحية اليسرى ممتازة، فتحة جميلة والهدف الأول يا رب بقوة، هدف أول ريال في اللحظات الأخيرة، يعني لاعبين نادي أكاديمية محمد السادس يفشلون
يعني راك تشوف باللي انك تتلقى هدف في اللحظات الاخيره بعد مباراه كبيره راك لعبها، واحد من اصعب الاحاسيس. ولكن تابعوا ماذا سيحدث في هذه المباراه. كره كانت جميله صراحه، بناء جميل، واحد اثنين والثالثه في الشباك، يعني هذا هو كره قدم السهله الممتنع، واحد اثنين والثالثه في الشباك، تمريره بينيه، توزيع من اليسار الى اليمين داخل منطقه العمليه، تسديده داخل الشباك. هذه كره القدم سامبلي ايفيكاس. طبيعه الحال ماذا سيفعل نادي أكاديمية محمد السادس في هذه اللحظات؟ ماذا سيفعلون بعد هاتي الهدف وهذه اللقطة؟ هاي كرة هنا في اللحظات الأخيرة، ممتازة الكرة، تعود الكرة عند فريق أكاديمية محمد السادس، يحاولون الآن، شوف خرجوا من مرماهم، خرجوا من منطقتهم. ماذا يقول الحكم؟ ما فيش ضربة جزاء، حمل قدم ورفع قدم، عفوا، كان لازم يعطي يعني بيافون الحكم. شوف الدقائق الأخيرة، اوه هي المراوغه ممتازه والتمريره من ناحيه اليسرى، التوزيع والاروع الى مغربي، اوه هدف في الدقائق الاخيره اعزائي المشاهدين، نادي الاكاديميه اكاديميه محمد السادس يقتل المباراه ويتعدل في النتيجه. انا اعزائي المشاهدين ما قتلش المباراه وانما عاد في المباراه، ولا استسلام لهذا الشبان الصغار. شوف التوزيع الممتازه كما يجب، والراسيه في اللحظات الاخيره، يعني لازم ما تخليلوش المجال، كان بدون رقابة وجاء خلف المدافع وسجل الكرة بطريقة كبيرة، طريقة الكبار. يا 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 رأسية جميلة، يعني صراحة خبطها المدافع على حسب ما أرى، صح؟ يعني ضربة مشتركة بين المدافع والمهاجم. هاي كرة هنا لصالح الأكاديمية، هدف لهدف بينهم وبين الريال مدريد. هاي كرة هنا مدريدية، ماذا سيحدث؟ بطاقة حمراء هنا. طبيعة الحال تدخل القوي هذا من طرف الخليفي، يعني تدخل طبيعة الحال نقص الخبرة، لأنه رفع الكرة يا 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 رفع قدمه عن الأرض، وهذا اللي ما لازمش يكون في كرة القدم. أح بإمكانه أنه يصيب اللاعب هنا إصابة عميقة وبالغة. طبيعة الحال خطأ، خطأ من الخليفي، هذا سيتعلم من هذا الخطأ الخليفي. طبيعة الحال فريقك ما كانش محتاج هذا التدخل، ولكن يعني أمور نتعلم منها هذه. طبيعة الحال هذه يعني لو كنت مع الأكابر كان من الإمكان يعني أنه يكون نقدر نقوله إقصاء لعدة مباريات. أعزائي المشاهدين هاي كرة هنا بين وليد وحارس الريال والحكم، ضربات الترجيح هنا بين الريال وفريق أكاديمية محمد السادس. ماذا سيكون أعزائي المشاهدين في هذه اللحظات؟ كيف ستكون النهاية؟ أو لاعب نادي ريال مدريد على التسديد هنا، وليد والجماهير معه، ماذا سيحدث؟ نيكولاس ضد وليد هنا، ماذا سيحدث؟ الحكم يتكلم مع وليد، طبيعة الحال يقول له يعني لازم أنه ما يلمسش العارضة ويبقى ثابت فوق الخط، قدم واحدة فوق الخط على حسب ما أعتقد. يلا نيكولاس، نيكولاس على التسديد هنا أعزائي المشاهدين، نيكولاس مارتينيز يسجل الكرة، ونشرب شوية ما صراحة هدف، يعني هدف أول لنادي ريال مدريد. خلونا نشوفوا التسديد الآن لصالح نادي فريق أكاديمية محمد السادس. هاي كرة هنا، شوف الثقة والثبات لازم يكون حاضر، الثقة والثبات، ثقة في النفس اللي تكون كافية. بسم الله يا ربي، بسم الله يا ربي، ضيحها حسن. آي 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 الحارس الريال ينقذ الكرة، حسن كبوب، يعني تسديدته كانت كما يجب صراحة، يعني ركلة الترجيح هي ركلة الحظ يا حسن، وهذه هي ركلة الترجيح. حتى كبار اللاعبين ضيعوا أكبر ضربات الترجيح في أكبر المباريات، واليوم انت يعني راك قادم، مستقبل كبير وظاهر امامك يا حسن، ستقوم بالتعويض عن هذه الركلة، انا متأكد بعشرات ومئات الاهداف ان شاء الله في مسيرتك. كرة هنا لصالح نادي الريال، هل سينقذها وليد؟ وليد وليد والله حطها له في التسعين، هدف صراحة لنادي ريال مدريد ثاني، جميل جميل، تسديدة جميلة، يعني صعبة جدا على الحراس لما تكون الكرة مرتفعة في ضربة الترجيح. كرة الان لأكاديمية الان، يلا كرة مغربية الآن، اللاعب شمس الدين ولا صلاح الدين شفاني، هاي كرة الآن يلا يا صلاح الدين، هذا اللي سجل هدف ممتاز، يضيع صلاح الدين صراحة، اللي ممتاز هو الحارس. ماذا يقول الحكم؟ الحكم يقول أعد الكرة، الآن عندك فرصة أنك تعوض يا صلاح الدين،
عندك فرصة انك تعوض، وانا ما نحسدكش على الموقف تاعك يا صلاح الدين. ممتاز حبيبي، تحية عسكرية ليك. صلاح الدين يسجل في هذه اللقطة بعد مضيها الاولى، اللقطة الثانية يضعها في الزاوية البعيدة عن حارس المرمى. ممتاز صلاح الدين. طبيعة حال نادي ريال مدريد الان متقدم، مازال لازم عليه يضيع ريال مدريد الان في هذه الكرة ضد الحارس وليد، حارس نادي اكاديمية الملك محمد السادس. يلا يلا وليد، كل المغاربة معاك بل كل العرب معاك، يعني فريق عربي ضد ريال مدريد اكيد راح تسجل الفريق، تشجع الفريق العربي. دافيد كوريدور، هيا يا وليد. هذا الظاهر الايمن ريال وليد، دخلت الكره في الشباك، والله راح معها وليد، بيج اب. ممتاز الحارس راح معها في الجهه، يعني اح تسديداتهم صح قويه يعني صراحه. وقلت لك يعني انه نادي ريال مدريد متاكد انهم تدربوا كثير على هذا الضربات. يلا فريق اكاديميه الملك محمد السادس الان على التسديد، متاخر 3-1، لازم عليك تسجل لا نقاش في هذه الكره. التسديده من يونس، سجلها، والحارس صراحه حارس قوي، حارس نادي ريال مدريد. اخر راس يضعها في الشباك، ممتاز يا ابني، اخر راس يضعها في الشباك، تجي عليك. يلا حبيبي، ممتاز الكره هنا. يلا كره لريال هنا، الكره للريال هنا، نادي ريال مدريد. غونزالو غارسيا للتسديد هنا، ماذا سيقوم، ماذا سيفعل وليد؟ غونزالو غارسيا للتسديد. اوه يا وليد، يا وليد، يا وليد، المس الكره، ولكن يعني مرت على وليد ببضعات، يعني شوف يا وليد، بضعة سنتيمترات لو هبطت يدك اقل ببضعة مليمترات لكنت انقذت الكره، ولكن معليش. طبيعة الحال نادي الأكاديمية مازال عنده فرصة. أيوب، يلا 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 أيوب، يلا أيوب أيوب أيوب، يسجلها أيوب. ممتاز ممتاز أيوب الآن، هاي للحارس اللاعب عفوا، هاي للكرة، تسديدة يعني جميلة جدا. هذا اللاعب يعني نتمنى أنه نشوفه أكثر، تسديدته ممتازة. وشوف يطلب من الحارس أنه يتصدى الكرة هذه. يلا وليد أنقذها يا وليد، أنقذها يا وليد، انقذها يا وليد. ماريو ريال فيس، يا 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 يا، سجلها. طبيعه الحال نهايه المباراه بتفوق نادي ريال مدريد، وهذا ما يعنيش انه فريق اكاديميه محمد السادس ما قدمش مباراه كبيره، لا بل قدمتم مباراه كبيره، وهي اللي خلاتكم انكم تروحوا الى ضربات الجزاء وفوز بصعوبه كبيره جدا لنادي ريال مدريد. نادي ريال مدريد صراحه من ما عندناش نقاش انه مدرسه المواهب، وعندهم مواهب اسبانيه، ومعروفه المدرسه الاسبانيه بالمواهب، حتى المدرسه المغربيه معروفه بالمواهب، مواهب كبيره في كره القدم. لحد الان مازال كاين هناك لدي المواهب. اي واحد ضيع ضربه جزاء في هذه المباراة نقول له باللي مازال مسيرة وكاريير كاملة بإمكانك أنك تسجل آلاف الأهداف، آلاف الأهداف. نعم، فلتحلم ولتسعى إلى بلوغ أهدافك وأحلامك إن شاء الله. أشكركم اللي شفتوا معايا الفيديو هذا الأخير، صراحة مباراة استمتعنا فيها. اللي عجبته المباراة يعلقنا في الأسفل، اللي عجبوكاش لاعب في هذه المباراة يعلقنا بالرقم تاعو والفريق تاعو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خواتي.